بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي الحبيبة، أحييكم أنا معلقكم الرياضي سيد صابر من صالة الأمير عبد الله بالنادي الأهلي بالجزيرة، ويسعدني أن أكون معكم لنقل مباراة كرة السلة الهامة في المرحلة 13 من الدور الترتيبي لدوري السوبر لكرة السلة، المرحلة قبل الأخيرة بين فريق النادي الأهلي ونادي سبورتنج الإسكندرية. اليوم المباراة قبل الأخيرة لترتيب، احنا بنقول المرحلة الترتيبية لدوري السوبر. يعني ايه المرحلة الترتيبية لدوري السوبر؟ يعني احنا 8 فرق دلوقتي في المرحلة النهائية بيلعبوا بعض رايح جاي، يعني في كل فرقة بتلعب 14 مباراة علشان نرتب الفرق من 1 لـ 8، وبكده بتنتهي المرحلة الترتيبية ويبدأ بعدها المرحلة الإقصائية أو البلاي أوف. نبدأ النهاردة إن شاء الله بقائمة النادي الأهلي، وللأول مرة من بداية دور السوبر تكتمل ويعود كل المصابين إليها. النهاردة القائمة بتضم عمرو الجندي رقم 0، محمد مصطفى مودي رقم 1، إيهاب أمين رقم 4، أليكس يانج رقم 5، أحمد محمد سليمان سلعوة الصغير ألف حمد لله على سلامته رقم 7، سيف الدين سمير رقم 8، إبراهيم الجمال بنقول له برضه حمد لله على سلامتك يا هيما رقم 9، مودي الجرحي أو محمد حسني الجرحي رقم 10، أحمد مهيب رقم 14، عبد الفضيل إبراهيم رقم 15، محمد أبو النصر رقم 23، وعمر طارق رقم 55. الجهاز الفني طبعا اسماء كبيره جدا في النادي الاهلي، بيقودها المخضرم الكابتن القدير الكابتن اشرف توفيق، والمدرب العام الكابتن سيد مصطفى، ومدرب الفريق الكابتن احمد الجرحي، وطبعا النجم الكبير الكابتن طارق الغنام مدير اداري اللي كلنا بنتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل من فيروس كورونا اللي اصابه. ان شاء الله تقوم يا طارق بالسلامه وترجع لنا بالسلامه تنور الملاعب. وكذلك الاداري وليد الخراط كابتن وليد الخراط، والدكتور احمد عادل طبيب الفريق، وكابتن علاء العشري مخطط احمال، والكابتن علاء لطفي اخصائي احصائي او محلل الاداء. اما فريق نادي سبورتنج قائمته النهارده فبتتكون من محمد خورشيد رقم 55، احمد هشام سعيد رقم 5، عز الدين فريد رقم 9، باسم الليث رقم 10، ابراهيم حجاز رقم 23، عبد الرحمن خالد رقم 1، اشرف ربيع 35، مؤمن اكرم رقم 0، يوسف شحات 14، يوسف رفعت 7، عمر بهاء وده ناشئ من الناشئين الجيدين جدا رقم 12، يدير الفريق فنيا الكابتن وائل بدر الحاوي مدير فني، ويساعده الكابتن طارق صبحي مدرب عام، والكابتن هيثم كامل مساعد مدرب، وطبعا المدير الاداري الزميل العزيز الصديق سامح صلاح كمدير اداري للجهاز، ويعاونه الكابتن اسلام الشبكاتي كاداري. حكام المباراه النهارده الحكم الدولي وائل صبحي، والكابتن محمود البطيخي، والكابتن محمد حلمي ابراهيم نجل الراحل الكبير كابتننا وحكمنا القدير الراحل الكابتن حلمي ابراهيم. دلوقتي خماسي النادي الاهلي نزل هيبتدي المباراه، سيف سمير، اليكس يانج، هاب امين، وعمر الجندي، ومودي الجرحي. اما خماسي نادي سبورتنج فاحمد هشام سعيد، محمد خرشد، باسم الليسي، عز الدين فريد، يوسف شحاته، وابراهيم حجازي. على بركه الله بنبتدي المباراه، وزي ما قلت لكم المباراه ديت في المرحله قبل الاخيره او المرحله 13 من المرحله الترتيبيه لدوري السوبر. النادي الاهلي كان صادفه حظ عسر في البدايات كده اهوت، هنتكلم عليه في التفقات اللي جايه. الجان بول ياخدها النادي الاهلي، توصل لاليكس يانج، ايهاب امين، ايهاب امين حمد لله على السلامه تعرض لاصابات كتير بداخل، ايهاب امين بكل رشاقه بيسجل اول نقطتين، وبيحصل على خطا بيصفره الكابتن محمود البطيخي من محمد خرشيد، يبقى رميه اضافيه لايهاب امين 2-0 مع بدايه الاول هجمه للنادي الاهلي. ايهاب امين ما بينجحش في تسجيل رمى الاضافيه، لما خرشيد يديها احمد هشام سعيد، احمد هشام طبعا خبره كبيره، احمد هشام بدخلها حلوه قوي لخرشيد، دافع عليه سيف يطلعها لعز فريد، عز الدين فريد، يوسف شحاته، ايهاب امين يقطعها لكن ترجع لخرشيد، يوسف شحاته ما بيسجلش،
كرة حيرانة كده اهوت في الاخر الماعز الدين فريد ويطلع برضو ما بيسجلش. كابتن بطيخي بيقول له اطلع ايهاب امين، مودي الجرحي، ايهاب امين، مودي الجرحي، سيف سمير، تمريرات سريعه بيموي كويس، سيف بيعمل خداع وبيطلع، برافو يا سيف، اتحرك بطريقه جميله وحط الكوره 4-0 لصالح النادي الاهلي. باسم الليسي، عز الدين فريد، عز بيخترق طلعها لباسم، باسم بيهوش طلعها ليوسف شحاته، ثلاثيه من يوسف، برافو يا يوسف، بيسجل ثلاثيه 4-3. طبعا بناء على تعليمات الاتحاد المصري لكره السله بعدم تواجد اي حد في الصاله، وباشراف من الكابتن عمرو فاروق نائب رئيس النادي واللي بينظم الموضوع ده وبيصر ان مفيش حد يبقى متواجد، وتواجد الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي اللي اصر ان مفيش حد يبقى في الصاله لان النادي الاهلي بيعتبر التعليمات واللوائح. فالصور الموضوع خارج بصوره جيده جدا. يوسف شحاته، يوسف شحاته، خورشيد، سيف بيتاخر عنه بيشوطها ما بيجيبهاش، ايهاب امين، ايهاب امين، سيف سمير بيديله يلعب واحد على واحد مع خورشيد وبيلف سيف، برافو يا سيف، بيسجل وبياخد فاول الثاني على محمد خورشيد ورمي اضافيه. كابتن محمد حلمي ابراهيم صفر خطا صحيح على خورشيد، باسكت ورمي اضافيه بسرعه. وائل بدر من المدربين الصاعدين المبشرين بخير جدا، وائل كان لعيب كبير ونجم كبير وان شاء الله يبقى له تاريخ كبير في التدريب ان شاء الله. فاول ترابل او مشكله مع خورشيد، فاولين في اول دقيقتين بيضطر يسحبه. سيف سمير والرمي الاضافيه. النادي الاهلي كان خسر 5 مباريات في الدور الاول للمرحله التدريبيه الترتيبيه ديت، خسر 5 من 7 ومنهم كان ماتش سبورتنج في اسكندريه، كان سبورتنج استطاع الفوز عليه. طبعا كان النادي الاهلي بيمر بظروف عصيبه جدا، كان في اكتر من 7 لعيبه مصابين من نجومه، لكن الحمد لله كله ابتدى يخش على المراحل النهائيه وابتدى الفريق يكمل. اشرف ربيع سياره يلمها سيف سمير، ايهاب امير، كابتن اشرف توفيق الضغط واضح عليه وعصبي شويه زياده عن اللزوم، الجندي، ايهاب امين، الجرحي بيموى بيخش حلو امام جرحي لاليكس يانج، اليكس يانج، اليكس يانج، ثلاثيه من اليكس يانج، برافو اليكس يانج، يرفع السكور ل 10-3 لصالح النادي الاهلي. فاضل 7 دقائق و20 ثانية على نهايه الربع الاول. الليسي، عز الدين فريد، عز للليسي، ثلاثيه من الليسي ما بيجيبهاش، لمها ايهاب امين، ايهاب امين طبعا بيلعب باقناع كده على وجهه لان هو كان تعرض لكارثه في الانف في تصفيات المنطقه الخامسه بطوله افريقيا. ادي اليكس يانج بيشوط بثلاثه ثانيه ويسجل، السكور يبقى 13-3 لصالح النادي الاهلي، وفاضل 7 دقائق على نهايه الربع الاول. نسيبكم في التايم اوت ونسمع المدربين بيقولوا ايه ونرجع لكم تاني. مرة تانية وعودة للربع الأول اللي فات منه 3 دقايق بس، وبتقدم النادي الأهلي ل 13-3 من مضطر الكابتن وائل بدر إنه ياخد التايم أوت الأول ليه، طبعا بدري جدا بس هو مضطر ياخده. بداية جيدة جدا من النادي الأهلي زي ما بقول لكم، النادي الأهلي استعاد كل نجوم المصابين الحمد لله، وبيستعد بقوة جدا للمراحل القادمة من الدوري.
احمد هشام سعيد في، يا سلام على الدفاع الضاغط بطول الملعب، استطاع ايهاب امين، ايهاب امين يقطعها ويخش الكره تلف عليه الباسكت، لكن يلمها تاني الناس يعمل له بلوك ويلمها عز الدين فريد، اشرف ربيع، يوسف شحاته، يوسف شحاته بيشوب اثنين بيسجل، داس على الخط فعلا، هو اللي مسجل خمس نقاط لغايه دلوقتي سبورتنج يوسف شحاته، 13-5. عمرو الجندي، عمرو الشريف الجندي، الجندي الجندي الجندي، يا سلام على التمويع ويخش، لكن سيف سمير بيلمها وبيطلع سيف، نقطته السته، 15-5 لصالح النادي الاهلي، اشرف ربيع، يوسف شحاته، يوسف شحاته، برافو يا يوسف، برافو يا يوسف، هارد لك، يلمها سيف سمير، ايهاب امين، الجرحي، اليكس، سمير، خد القرار نشوف بثلاثة وشاط سمير ما جابهاش، يلمها عز الدين فريد، جاري ملعبه، هجمة سريعة، يوسف شحاته بيرجع تاني، أشرف ربيع، ميديم شوت كده، بيشوط ما بيجيبش، يلمها الليسي ويطلع، ما تخش وتلف وتطلع، لما سيف سمير، مودي الجرحي، المباراة سريعة، أليكس يانج، الجندي، سواسية ما بتجيش، لما أشرف ربيع، أحمد هشام سعيد، أحمد بيخترق، ما بيسجلش، فاصل من التجلية هنا وهنا، الدقيقتين اللي فاتوا، أب أمين، برضه ما بيسجلش، الجري رايح جاي من غير تسجيل، الليسي مقوم من سمير يخش، برافو يا ليسي، واخيرا فرقه بتسجل، 15-7. نعدي الملعب بقى شويه يا مودي ونلعب بهجوم موقعي، 5-5. اليكس يانج، سيف سمير بيعمل له ستار، الجندي، سيف سمير، سيف بيموه وبيطلع، وائل صبحي حكمنا الدولي بيصفر خطا، بيقول قبل الشوطة هو لسه على الارض، يبقى رميتين حرتين، بيخرج عز الدين فريد من سبورتنج وينزل ابراهيم حجازي، اعصاد لصالح النادي الاهلي من تحت الباسكت، تغيير العملاق عمر طارق، بيدخل وبيخرج سيف سمير، مودي الجرحي، الجندي بماو بيخش بيوصل، لكن ادلك بتلف لما عمر طارق، يا سلام يا عمر، يا سلام يا عمر، بيطلع يحط دانك الكوره في وسط الدفاع، ما شاء الله عليك، 17-7. النادي الاهلي بيلعب دفاع مان تو مان ضاغط من اول الملعب كده، احمد هشام سعيد ثلاثيه، لا ما شاطش، ده لاشرف ربيع، شوت ثلاثيه اشرف ربيع، لما هيبقى مين، الجندي، ايهاب امين، حلو قوي لعمر طارق وبيطلع وبيسجل، فيري جود اسيست، اسيست رائع من ايهاب امين لعمر طارق، بيحط ايزي باسكت 19-7، وفاضل اربع دقائق على نهايه الربع الاول، احمد خالد اللي نزل، عبد الرحمن خالد اسف، يوسف شحاته، فاول على ايهاب امين، وائل صبحي حكمنا الدولي بيصفرها، وادي تغيير، خارج احمد هشام سعيد ونازل يوسف رفعت، برضو من ناشئين سبورتنج، اللعيبه كويسين جدا اللي اثبت نفسه خلال المرحله اللي فاتت، ادى باداء رائع، كابتن وائل صبحي بيطلبوا انه بيطالب انه يدخل الفانيلا ده جوه الشورت، وده القانون بيقول كده لازم، كنت بقول لكم ان النادي الاهلي للاسف في بدايه دوري السوبر كان بيمر بظروف من الاصابات الكتير ادت لخسارته 5 جيم، لكن بعد كده كسب كل المباريات بعد كده اهوت، وهو دلوقتي في المركز الرابع وسبورتنج في المركز الخامس، يوسف ربع بيتاخر كره حلوه جدا جدا، برافو يا يوسف رفعت، بقول لكم لعيب صغير ممتاز، اسيست رائع من يوسف رفعت على اشرف ربيع يخلي النتيجه 19-9، الجرحي، جندي،
هيبقى مين؟ عمر طارق بيلف باشرف رفيع، لكن الحكمين مصفرين مع بعض، الكابتن محمود البطيخ والكابتن وائل صبحي، بيقولوا ان فورسنج. انا اعتقد دي يعني نبقى نتكلم فيها بقى مع كابتن شديد، لان المفروض النص الدايره اللي تحت الباسكت دي ما يتحسبش فيها فاول على المهاجم، ممكن نبقى نتناقش فيها مع كابتن شديد، بس ممكن بس في الطيران اعتقد، لكن هو عمر كان بيلف ورجليه على الارض فزق بكتفه، فبيعتبر مش فورسنج، بيعتبر خطا مهاجم. يوسف رفعت، عبد الرحمن خالد، حجازي، يوسف رفعت بيلعبوا تو مان زبلاقه وكره ثنائيه توصل يوسف شحاته، ثلاثيه من يوسف شحاته سياره يلمها اليكس يانج، مودي، عمر طارق، اهاب، اهاب امين لعمر طارق بيدخلها حلو قوي للجندي، باص اسيست كويس من عمر طارق للجندي اللي بيسجلش، عمر الجندي، عمرو الجندي 21-9 لصالح النادي الاهلي. ربيع بما هو كده انه هيدي يوسف رفعت، اليكس انج ماسكو، مودي يقطعها من عبد الرحمن خالد، حجازي، خمس ثواني على الهجمه، يوسف رفعت بيوصل يطلعها لكن 24 ثانيه اعتقد، الحكم بيقول انها باسكت. اوكي 21-11 الجندي من ايهاب امين، عمرو الجندي، اليكس يانج لعمر طارق تحت الباسكت وهو طالع، ابراهيم حجازي بيرتكب خطا ضده، رميتين حرتين لصالح عمر طارق، احمد مهيب بيستعد للنزول، هيريح عمرو الجندي، كابتن اشرف طفيف بيحاول يعمل روتيشن للعيبه كلها او الدوران ان مفيش لعيب يقعد في مده طويله في الملعب، لغايه دلوقتي في 7 لعيبه لعبوا، عمر طارق ورميتين حرتين، سجل الرمي الحر عمر طارق، عمر طارق ورمي الحرة الثانية، برافو يا عمر، مهم جدا فاولات الشوتنج ديت، 23-11 صالح النادي الاهلي، دقيقتين على نهاية الربع الأول، وادي النادي الاهلي بيلعب دفاع ضاغط بطول الملعب 2-2-1 لكن تعدي نص الملعب وتوصل ليوسف رفعت، لعز لعبد الرحمن خالد، توصل عبد الرحمن خالد ميديم شوت ما بيحطهاش، يلمها مودي الجرحي، هبه مين؟ سبورتنج رجع لاعب زون ديفنس، ايهاب مهيب بيحاول يمارس هوايته المفضله في سلسلتك التلف تخش، يوسف رفعت، ابراهيم حجازي، حجازي ليوسف رفعت، اشرف ربيع ميديم شوت ما بيجيبش، ايهاب امين فاست بريك، مهيب يعلقها كويس قوي لاليكس يانج اللي بيسجل نقطتين، 25-11 دقيقة على نهاية الربع الأول، يوسف رفعت صانع ألعاب سبورتك، النادي الأهلي قلب دفاع منطقة تاني، هو كمان أحمد هشام سعيد، حجازي، يوسف رفعت بما هو بيخش يقابله عمر طارق يرجع يعمل فيه دوي كده لكن وحشة، كابتن أشرف بالراحة شوية على صحتك كابتن أشرف، كابتن أشرف منفعل جدا طبعا، حماس عايز يعوض اللي فات ودخل فرقته في المود بتاع الجيمات، وادي اليكس يانج مود الجرح ثلاثيه بيسجل، مود الجرح ثلاثيه يرفع النتيجه ل 28-11 ربع ولا اروع من النادي الاهلي، 20 ثانيه على نهايه الربع الاول، يوسف رفعت، حجازي، احمد هشام سعيد بيموه بيحاول يخترق، طلعها لاشرف ربيع، رفعت، حجازي حلوه قوي من حجازي، تطلع لاحمد هشام سعيد مع الثلاث ثواني فاضله ما تجيش، ايهاب امين، وينتهي الربع الاول من مباراه الاهلي وسبورتنج في المرحله القبل الاخيره من المرحله الترتيبيه لدوري السوبر بتفوق النادي الاهلي 28-11.
2 دقيقتين نترككم مع المدربين ونعود لكم مرة أخرى. أعزائي المشاهدين، مرة تانية من صالة الأمير عبد الله الفيصل ومباراة النادي الأهلي ونادي سبورتنج في الجولة رقم 13 من المرحلة الترتيبية لدوري السوبر لكرة السلة. انتهى الربع الأول بتفوق النادي الأهلي 28-11. النادي الأهلي قدم ربع رائع، تألق فيه سيف سمير وعمر طارق وهاب أمين، وظهر من فريق سبورتنج يوسف شحاتة بمظهر جيد. وزي ما قلت لكم أثناء الربع الأول، احنا دلوقتي الترتيب فاضل مرحلة واحدة، وأعتقد إن الترتيب هيفضل زي ما هو. النادي الاتحاد السكندري في المركز الأول، نادي الزمالك في المركز الثاني، نادي الجزيرة في المركز الثالث، نادي الأهلي في المركز الرابع، نادي سبورتنج في المركز الخامس، نادي سموحة في المركز السادس، المصرية للاتصالات في المركز السابع، وطلائع الجيش في المركز الثامن. أعتقد مع نهاية الجولة القادمة اللي هتقام يوم الخميس القادم والجولة النهائية في المرحلة الترتيبية، لن يتغير الوضع في هذا الترتيب. هنتكلم على الترتيب والمراحل الإقصائية، مين اللي هيلاعب مين في خلال المباراة. بداية المباراة النادي الأهلي بيلعب دفاع منطقة، أحمد هشام سعيد، يوسف رفعت، عبد الرحمن خالد بيحاول يخش ما بيجيبهاش، لمها عمر طارق لمحمد ابو النصر اللي نزل دلوقتي مكان ايهاب امين مع بدايه الملعب الربع الثاني. اليكس عمر طارق، مودي الجرحي بيقاتل على كورته، اليكس يانج مهيب، فاول تاني على عمر طارق، بتروح بكتفك بدري شويه يا عمر، فبيستغلها المدافع ان هو بيعمل سيميوليشن، بس انت كتفك رايح بدري بزياده، لازم ما تديش كتفك زياده قوي لان دي بيبقى فيها زقه فالحكم بيحسبها. الفاول الثاني على عمر طارق، 2 فاولات في الهجوم، طبعا هيبقى في طول ترايفر، فكابتن اشرف هيضطر يسحبه. عبد الرحمن خالد، ابراهيم حجازي، احمد هشام سعيد، خبره كبيره، بيقف وبيشوت وبيسجل، برافو يا احمد. طبعا احمد من عيله سلويه كبيره جدا يا جماعه، والده الكابتن هشام سعيد ربنا يديله الصحه مدير فني الانسات في النادي سبورتنج مراحل كبيره جدا، ووالدته لعيبه سله عظيمه يا كابتن مال عطار برضو. وادي اليكس يانج، ثلاثيه ما بيجيبهاش، لما عمر طارق، عمر نزلش الكره تحت يا عمر، يشدوها من ايديه، احمد هشام بخبره، حجازي كابتن محمد يحيى، كابتن محمد حلمي بيقول فاول على محمد ابو النصر بخطا، يستوجب رميتين حرتين على اساس ان هو كان ابتدى ياخد الاكشن بتاع الشوتينج. تغيير طبعا، عمر طارق لازم يخرج، فاول ترابل، وينزل عبد الفضيل دينا، كابتن وائل صبحي بيطلب من الكابتن الجرحي ان هو يقعد بعصبيه شويه، ما اعرفش ليه، الدنيا ماشيه في البيس وبسهوله، مش محتاجه شد يا كابتن وائل. حجازي بيسجل الرمية الحره الاولى، برافو حجازي، ابراهيم حجازي الرمية الحره الثانيه سجلها، 28-15 صح النادي الاهلي. مودي الجرحي، فاول على يوسف رفعت وبيقطع الكرة، مودي الجرحي طلع الاوت لاليكس يانج، اليكس يانج عبد الفضيل، ابو النصر بيحاول يخترق وبيخش لكن ما بيجيبهاش، لما سبورتنج لاحمد هشام سعيد، احمد هشام ياخد ستار من خورشيد، توصل لخورشيد، عبد الرحمن خالد بيلف وبيطلع وبيسجل، عبد الرحمن خالد 28-17، الشوط ده بادي 6-0 لنادي سبورتنج، حاله من التوهان كده في فريق النادي الاهلي.
مودي الجرحي، مودي، مهيب، لعيب سابق في سبورتنج، لعب فضيل، بيطلع فضيل باسيست كويس من احمد مهيب اللي بسميه احمد مهيب الموهوب. لعب فضيل بيسجل نقطتين 30-17. يوسف رفعت، عبد الرحمن خالد، حجازي، حجازي بيحطها حلو قوي، حطها حلو قوي للاسيست رائع من ابراهيم حجازي محمد خورشيد اللي بيسجل وبيحصل على خطأ من مودي الجرحي. رمية إضافية لخورشيد 30-19. ما بيسجلش رمية إضافية خورشيد. أليكس يانج أليكس يانج بيخش ما بيلمش ما بيسجلش. وائل صبحي بيصفر اوت على النادي الاهلي. يوسف رفعت، عبد الرحمن خالد، حجازي، حجازي بيغير اتجاهاته لعبد الرحمن خالد، ثلاثيه ما بيجيش، عبد الفضيل يخبطها كده وتطلع اوت سايد لصالح نادي الحكام بتدي النادي سبورتنج. تايم اوت بيطلبه الكابتن اشرف توفيق. زي ما قلت لكم بدايه مهزوزه من النادي الاهلي، النادي الاهلي حط بون باسكت ونادي سبورتنج 8-2 في مع بدايه الفتره الثانيه. والكابتن اشرف بيحاول يصلح فاول فرقته كده في الربع الثاني مع بدايته. وزي ما قلنا ان النادي الاهلي كانت بدايه يعني كان فيها ظروف، فكانت بدايه سيئه في بدايه دوري السوبر، لكن الحمد لله ابتدت الفريق ترجع. وزي ما قلت لكم احنا دلوقتي في مراحل ترتيبيه، فاحنا دلوقتي مركزنا الرابع النادي الاهلي، وغالبا هيبقى سبورتنج غالبا سبورتنج هيبقى في المركز الخامس. فغالبا ان في بدايه المراحل الاقصائيه النادي الاهلي هيلاعب نادي سبورتنج بيست من 5 مباريات، اللي هيكسب منها 3 هيتقدم للدور قبل النهائي. يعني مواجهات احنا بقى هنخلص المراحل الترتيبيه اللي احنا شغالين فيها دي، ونبتدي بعد يوم الخميس يتحط جداول المرحله الاقصائيه اللي هي كل فرقتين بيلعبوا بعض، الفريق اللي بيكسب بيروح للمرحله المتقدمه، الفريق اللي بيخسر ما بيكملش. فغالبا النادي الاهلي في دور الثمانيه هيقابل النادي سبورتنج، لكن مع الاسف يعني هو طبعا البطل لازم يكسب كل الفرق، لكن في دور الاربعه هتبقى نهائي مبكر جدا للدوري ما كناش نحب نشوفه، هيبقى غالبا بين نادي الاتحاد السكندري ونادي الاهلي في دور قبل النهائي. عوده للمباراه بعد التايم اوت اللي خده الكابتن اشرف. وادي مهيب بيموه وبيقف وبيشوط وسيارة مهيب. حجازي بيلمها كويس. دلوقتي ليه كم أربعة أحمد هشام سعيد، أحمد هشام سعيد بيخش رقم 4، وللأسف كابتن سامح صلاح ما ادوهاليش، بس أنا هشوف لكم مين دلوقتي حالا. فضيل لأليكس يانج تحت الباسكت بيسجل لأليكس يانج. سليم تامر، سليم تامر، سليم تامر رقم 4 نزل دلوقتي مكان يوسف رفعت. وادي تو مانز بلاي حلوه، حجازي بيدخلها كويس اول خورشيد اللي بيسجل بيحصل على خطا من ابراهيم بن نصر، محمد بن نصر اسف. السكور بعد ما كان وصل ل 17 بونت اتكسر دلوقتي، وبقى الفارق 9 نقاط بس 32-23. وفي رمية إضافية لخورشيد، خورشيد رمية إضافية محمد خورشيد بتتسجل برمية واحدة،
لسه في خلاف، دي بنقطة ولا بنقطتين؟ لسه هنشوف. حسبت بنقطة واحدة، يبقى 32-24 أبو النصر. أبو النصر مهيب، أليكس، أليكس بيقف ويشوط باتنين قصيرة. يا ترى التبديلات اللي حصلت دي هبطت الفرقة شوية، أرجو إن هم يستعيدوا مستواهم. عز الدين، باسم الليسر نزل، خورشيد، سليم، حلو قوي الخورشيد لباسم الليسي، لقطة قطع كويسة جدا وبيسجل. 32-26 محمد أبو النصر، عبد الفضيل، عبد الفضيل، سليم تامر يقطع كرة من هبة مين وتطلع اوت، وادي تغيير، نازل الجندي مكان أليكس يانج. في لسه خلاف على الكورة اللي كملها في الفاول شوتنج دي، هتبقى بواحدة ولا باتنين؟ هنشوف الحكام قرروا ايه. قرروا انها باتنين بونت، يبقى فعلا 27-26. من وجهة نظري انا الحكام عندهم حق، لان اللي داخل بيتابع هو اللي حط باسكت. من وجهة نظري انا برافو الحكام، ومش عيب ان احنا نرجع ونصحح الخطأ. وادي في فاول على سليم تامر، دفاع غير مشروع على ايهاب امين. 32-27. عايز افكركم ان الشوط الاول الربع الاول كان منتهي 28-11، يعني الشوط ده 16-4 لصالح سبورتنج. طبعا حاله من الاسترخاء والنوم كده من فرقه النادي الاهلي، بيواجهها حاله من الصحيان لفريق نادي سبورتنج اللي قدر يعوض فارق السكور من 17 بونت ل 5 بونت بس. ايهاب امين، ايهاب امين لعب فضيل، الجندي، الجندي، الجندي لابو النصر، الثلاثيه ما بتجيش، في حاله من عدم التركيز كده في لعيبه النادي الاهلي. وادي مهيب بيطلع، ما فيش حاجه. عز، سليم تامر جري كويس قوي، في جري كويس قوي، السكور بينزل لثلاث نقاط بس، وفضل 4 دقائق وعشر ثواني على نهايه الربع الثاني. احمد مهيب، ابو النصر بيقف بيشوط بثلاثه ما بتجيش. عوده او كامباك كويس قوي نادي سبورتنج في حاله من التوهان كده لعيبه الاهلي. وادي احمد هشام، احمد هشام، احمد هشام سعيد، سليم تامر، سليم تامر لعز الدين فريد، ابراهيم حجازي اسف. وادي خطا سلوك غير رياضي لانه عاق الهجمه برميتين وحيازه على محمد الليسي، رميتين وحيازه، وده أكبر عقوبة في قانون كرة السلة. والتعديلات في القانون بتخلي اللعيب اللي يعمل اثنين ان سبورتس لايك مان فاول أو اثنين خطأ سلوك غير رياضي إن هو يستبعد مباراة، زي أكنه خد اثنين تكنيكال فاول أو اثنين خطأ فني. وأدي عمرو الجندي، يا ترى هيحرك السكور اللي واقف بقاله كتير دوت ولا مش هيحركه؟ الجندي وأخيرا بيتحرك السكور 33-29. بيعمل الحرة الثانية للخطأ سلوك غير الرياضي، ما بيجيبهاش الجندي. 3 دقايق و36 ثانية نهاية الربع الثاني. وادي محمد مصطفى نزل بدلا من احمد مهيب، مودي الصغير صنع العاب برضه راجع من اصابة كبيرة، ربنا يوفقه. ابو النصر، وادي سيف سمير اللي نزل مكان عبد الفضيل كمان. ابو النصر بيحطها حلوه لسيف سمير، وحشه جدا ياخدها سليم سليم تامر، طلع لاحمد هشام، حجازي، ليسي، لسليم، لخورشيد، احمد هشام، خورشيد ميديم شوت كده سياره، يلمها ابو امين،
وادي خطا تاني على سليم تامر. خطا لصالح النادي الاهلي. محمد مصطفى يطلع الاوت. بيقولوا من النص الثاني. ابو النصر هجمه جديده ب 24 ثانيه جداد. محمد مصطفى هيبقى مين؟ مدافع جيد قوي الولد سمير تامر ده. وادي ايهاب بيخش ما بيجيبهاش. سيف بيحاول فيها تطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. حاله من عدم التركيز وعدم التوفيق كده في صاحب النادي الاهلي في الفتره الثانيه. طبعا نهاب عنده مشكله في الانف. هيبقى مين وبيدفع عليه خورشيد بطريقه جديه شويه فبيعاتبوا بعض وخورشيد بيعتذر له. طبعا نهاب من ابناء نادي سبورتنج وخورشيد كمان من اللعيبه المحترمه جدا خلق عالي جدا بالامانه. وادي باسم الليسي. احمد هشام حجازي خورشيد تحت الباسكت طلعها للليسي ثلاثيه من الليسي يلمها. هيبقى مين؟ سيف سمير. محمد مصطفى خطا على الليسي بيكسبه الكابتن محمود البطيخي. رميتين حرتين لعمرو الجندي. طبعا رميتين حرتين للنادي سبورتنج ارتكب اكتر من 4 اخطاء شخصيه. فطبعا القانون بيقول ان الفرقه اللي بترتكب اكتر من 4 اخطاء شخصيه في الربع اي فاول عليها بتشاط. وادي الجندي بيسجل. السكور بيتحرك بالعافيه. عايز اقول لكم ان النادي الاهلي مسجل 5 نقاط فقط في الربع ده. ما بيجيبش الرمي الحره الثانيه. الجندي سليم تامر 34-29. حجازي 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 بيحصل سويتشات بيستغلوها احسن استغلال. توصل لحاجه اسمها ميس ماتش ان واحد طويل بيبقى تحت الباسكت مع حد قصير ده اللي بيلعبوا عليه. وفعلا بتنزل لخورشيد بيبقى ماسكه حد قصير بسهوله جدا بيحط باسكت. ابو النصر سيف سمير. سيف سمير تتقطع من ايديه. حجازي بيخترق ما بيسجلش يلمها ابو النصر. مودي الصغير مودي الجندي. الجندي بيحاول يلعب لوحده ما بيجيش يلمها سبورتنج. حجازي احمد هشام سليم تامر خورشيد 55 ثانية على نهاية الربع الثاني. الليسي أحمد هشام ثلاثية من أحمد هشام قصيرة اللي ما سيف سمير. سيف سمير بيطلع كرة للسبورتنج لا للأسف. والليسي بيقطع الكورة وبيلمها وبيسجل. الكابتن أشرف صفيق طبعا بيزعل لسيف سمير مرتين يدي الكورة للعيبة في الفرقة الخصم. تخيل أنت بتقاتل في الدفاع وبتلم الكورة وفجأة بتطلعها لفريق الخصم. طبعا كابتن اشرف متعصب على سيف هارد لك. لكن تحيه كبيره لفريق نادي سبورتنج اللي كان مغلوب الربع الاولاني فارق 17 نقطه قدر ان هو يكسب الربع الثاني لغايه دلوقتي 16 نقطه ويبقى السكور فرق النقطه واحده الفرع لصالح النادي الاهلي 34-33. حاله من عدم التركيز والسرحان في لعيبه النادي الاهلي ادت الفرصه لفريق النادي سبورتنج بكل سهوله لانه مش بيواجد دفاع قوي ان هو يعوض ال 17 نقطه اللي كان خسران بيهم. ويصبح النتيجه 34-33 بعد ما انتهى الربع الاول 28-11 لصالح النادي الاهلي. 41 ثانيه على نهايه الربع الثاني. هنشوف هيحصل فيهم ايه.
وزي ما قلت لكم طبعا المباراه بتقام بدون اي حد في الصاله، وده اصرار الكابتن عمرو فاروق نائب رئيس النادي على تنفيذ لوائح اتحاد الباسكت بعدم تواجد اي حد داخل الصاله، وهو بيشرف على ده بنفسه مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي ودينامو النشاط الرياضي، ان هو لازم يتحقق اللوائح. احنا اول ناس بنطبق اللوائح النادي الاهلي، بنطبقها على نفسنا قبل ما نطبقها على غيرنا. شكرا لمعالي الوزير عمرو فاروق، وطبعا بتوجيهات من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره. 40 ثانيه 41 ثانيه على نهايه الفتره الثانيه. مودي محمد مصطفى، محمد مصطفى بيطلعها لابا امين، ثلاثيه فاضي خالص. اخيرا بنسجل ثلاثيه، اول ثلاثيه في الربع دوت. 37 33 27 ثانيه على نهايه الربع الثاني. كابتن وائل يطلب تايم اوت، كابتن وائل بدر لنادي سبورتنج علشان ياخد الهجمه الاخرانيه ويستفيد بيها. احمد مرة تانية بنرجع للتايم اوت اللي طلبه الكابتن وائل بدر عشان نحاول ينهي الربع الثاني بباسكت يقرب النتيجة. هنشوف ايه اللي هيحصل في ال 27 ثانية دي. لكن انا من قناه النادي الاهلي بصفتي الراجل بتاع باسكت بحيي فريق سبورتنج على ادائه في الربع الثاني. احنا ظنينا ان الماتش هيبقى ايزي جيم، النادي الاهلي بدا بدايه رائعه وخلص الربع الاول بفارق 17 نقطه، وقلنا مع نهايه الربع الثاني النادي الاهلي النهارده قدم واحده من اقوى مبارياته اللي شفناها السنه دي. لكن مع الاسف الربع الثاني فرقه النادي الاهلي ما كانتش على المستوى، وسبورتنج كانت مركزه ولفت دفع بدفاع جامد جدا وقدرت تعوض، فارس 17 نقطه واللي يصبح اربع نقاط فقط، ولسه معاهم الهجمه الاخرانيه في الربع الثاني. هنشوف هيحصل فيها ايه. يوسف شحاته اللي نزل مكان سليم تامر، احمد هشام سعيد الخبره كلها، احمد هشام بيدافع عليه محمد مصطفى مودي، يوسف شحاته طبعا هم هياخدوا الوقت الزمن لغايه الاخر، لسه فاضل 9 ثواني. محمد مصطفى بيرتكب خطا قله خبره، لا فاول فاول فاول، برافو يا محمد يا حلمي، فاول زي بايديه قبل ما يروح يقطع الكوره. رمتين حرتين، برافو يا كابتن محمد حلمي. يوسف شحاته طبعا دي مش محسوبه لان الحكم وقف، وادي عمر بهاء اعتقد ده اللي نزل اخر. عمر بهاء لا ده رقم 7. رقم 0 مؤمن اكرم. يوسف شحاته بيحط الرميه الحره الاولى، 9 ثواني على نهايه الربع الثاني. يوسف شحاته ما بيسجلش الرميه الحره الثانيه. ايهاب امين مودي طلعها لعمرو الجندي، بازر يا جندي ما بتجيش في الباسكت. يوسف شحاته بيشوطها، وتنتهي الربع الثاني والشوط الاول من مباراه الاهلي وسبورتنج في المرحله قبل الاخيره من دوري السوبر بتقدم النادي الاهلي 37 34. وكان الربع الاول انتهى بتقدم النادي الاهلي 28 11. استراحه قصيره ونعود بعدها لنقل الاحداث الشوط الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بداية الشوط الثالث وانا شايف خماسي الاهلي محمد مصطفى مودي ايهاب امين، والراجعه للمخضرم الفنان ابراهيم الجمال واليكس يانج
وعمر طارق. في انتظار خماسي نادي سبورتنج يدير المباراة اليوم تحكيميا الكابتن وائل صبحي والكابتن محمود البطيخي والكابتن محمد حلمي ابراهيم، ويراقبها من لجنة المسابقات عميد الحكام العالميين وعميد الحكام العرب الكابتن محمد شديد، ربنا يديله الصحة ويمتعه بالعمر الطويل ودائما منور ملاعبنا ونستفيد منه. أمامين بداية المباراة مع محمد مصطفى مودي، بيدافع عليه ابراهيم حجازي، وادي سليم تامر مدافع قوي جدا بيقطع الكورة، برافو يا سليم. حجازي لعز لتامر، سليم تامر، سليم عبد الرحمن خالد، وادي ابراهيم حجازي اول ثلاثيه بيعادل الارقام 37 37. محمد مصطفى مودي، اليكس يانج، اليكس، محمد مصطفى، ايهاب امين بيخترق، طلع على الجمال، الجمال الجمال الجمال، حمد لله على السلامه يا جمال. اول ثلاثيه من اول تصويبه من ابراهيم الجمال. سليم تامر، عبد الرحمن خالد، اشرف ربيع، ده بيلعب دفاع منطقه، ايهاب امين بيطلعها، برافو يا ايهاب. ايهاب امين للجمال، مصطفى، ثلاثيه من مصطفى، هارد لاك تخش وتخرج، يلمها سليم تامر، اشرف ربيع لعز الدين، عز الدين فريد، محمد مصطفى مودي يرتكب خطا ضده، كابتن محمد حلمي حكمنا بيحتسب خطا على مودي الصغير. عز حجازي سليم تامر لعز الدين فريد لحجازي، طلع على سليم تامر بيمهوي كويس وبيقف ويلعب ميديم شوت، برافو يا ولد، ستايل حلو، ستايل شيك، ستايل من ستايلات سبورتنج اللي طول عمرها بتمتعنا بالستايلات الجميله من ايام الان عطله ودودو ومحمد حسن وكل المجموعه القديمه الجميله ديت. وادي محمد مصطفى الشوطه الثانيه ليه سياره اللي مع عبد الرحمن خالد، وادي عز تخبط في رجليه تروح للجمال، مصطفى، مصطفى بيعلقها وحش قوي يقطعها عز، عز الدين فريد تطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي 40 39. اليكس يانج شوطه ثنائيه ما بتجيش، توصل لاشرف ربيع، لسليم تامر، سليم لحجازي، ثلاثيه من حجازي ما بتجيش، لما سليم لعز الدين فريد، نادي سبورتنج ونادي طلائع الجيش هما الفرقتين الوحيدين اللي بيلعبوا في الثمانيه الكبار من غير اجانب. وادي ايهاب امين هو الباسكت لوحده، ايزي ايهاب، وبيحط دانك يحطها ساحقه 42 39، 27 ثانيه على نهايه الربع الثالث. سليم تامر لعز، عبد الرحمن خالد بيلعب بايهاب امين، لكن عمر طارق يديله بلوك كده جميل، مصطفى، ايهاب امين، اليكس يانج على الثلاثيه بيدوس بتاع الخط بس ما بتجيش، الجمال يخش فيها ياخدها محمد مصطفى لاليكس يانج للجمال، محمد مصطفى، ايهاب امين، ثلاثيه من ايهاب ما بتجيش، لمها عز الدين فريد، الجمال بيرتكب كابتن محمود البطيخي بيصفر خطا 42 39. عز الدين فريد، اشرف ربيع ميديم شوت ما بيجيش، لمها ايهاب امين، جمال، محمد مصطفى، عمر طارق، لكن في خطا على اشرف ربيع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. تغيير
يوسف شحاتة نازل مكان ابراهيم حجازي. برافو ابراهيم قد جايت. ابا مين بيغير اتجاهاته. وائل صبحي بيصفر خطا مهاجم فيها سنه طبعا، يعني بيدش اليمين كده زق. خطا مهاجم على ابا مين. الخطا الثاني على ابا مين. تامر سليم، يوسف شحاته لتامر في باك زون صح، ما كانش لسه عدى برجلين اتنين، ف يعتبر الكره رجعت للمنطقه الخلفيه. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان ممنوع ان في كره السله ان بعد ما اللعيبه تعدي نص الملعب الامامي انها ترجع تاني النص الخلفي. محمد مصطفى، اليكس يانج، عمر طارق بيلف كويس. عمر فاول طبعا. لا 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 اعتبر الكابتن محمد حلمي انه خطا على عمر طارق وهو بيلف، خبط اشرف رفيع بالكوع. الخطا الثالث على عمر طارق في الاتاك. ثلاث اخطاء شخصيه على عمر طارق كلهم في الاتاك. ألف سلامة على أشرف ربيع، لعيب كبير وخبرة، إن شاء الله تكون بسيطة. وأعتقد عمر وهو بيلف كوعه كده خبط في أنفه. طبعا بدل نزول الدكتور لازم يتغير، لكن لسه المباراة متوقفة اللي اتمنان عليه. عمر طارق ثلاثة فاول، وباقي ست دقايق وخمس ثواني على نهاية الربع الثالث. نتيجة 42-39 لصالح النادي الأهلي. بتطمنوا على أشرف ربيع، إن شاء الله تبقى بسيطة. بالترتيب الموجود دلوقتي مع الاسبوع قبل الاخير متوقع ان يكون اللعب في مراحل البلاي اوف. الاتحاد هيلاعب الجيش، الزمالك هيلاعب الاتصالات، الجزيره هيلاعب سموحه، والاهلي هيلاعب سبورتنج لو ما حصلش اي تعديلات مع المرحله الاخيره او مفاجات في النتائج. كل فريقين هيلاعبوا بعض في المراحل الاقصائيه الاولى الدور 8 خمس مباريات، اللي يكسب ثلاثه يوصل للدور قبل النهائي، واللي يخسر يلعب من الخامس للثامن. عوده للمباراه، يوسف شحاته، تامر سليم، سليم تامر، خورشيد لسليم، ثلاثيه من سليم، سياره لما الجمال، لمودي لأليكس يانج تتقطع. أليكس النهارده مش في مستواه خالص، يمكن أقل مباراة أشوفها ليه أليكس يانج من فترة كبيرة، بس ده طبيعي عادي، مش ممكن اللعيب يبقى على مستوى واحد في كل المباريات. محمد مصطفى، الجمال يقف شوت ميديم شوت، برافو يا جمال، بيشوت محاولتين على الباسكت بيجيبهم، واحدة بثلاثة واحدة باثنين، يبقى خمس نقط للجمال. سليم تامر، خورشت في حالة نوم لعبد الرحمن خالد يحطها وحش قوي، أبا مين يعمل لها ديفليكشن، توصل ليوسف شحاتة ثلاثية بيشوط من غير ما يكون معاه دفاع وبيسجل. 44-42. محمد مصطفى، أبا مين، اهاب كل رشاقه كده بيدخلها للجمال لأليكس يانج اللي بيوصل لغايه الباسكت. برافو يا أليكس، وبيسجل. الحكام بتطلب من عمر طارق ان هو ما يخبطش الكوره بعد ما تخش باسكت.
النادي الاهلي بيحاول يلعب مان تو مان ضغط من اول الملعب. تغيير عمر طارق هيطلع ثلاثه فاول وينزل سيف سمير. سيف كان بادئ المباراه بصوره جيده جدا جدا، لكن الشوط الثاني كده كان في حاله من السرحان من سيف. سليم تامر، سليم يوسف شحاته لسليم، طلعها على عز، ثلاثيه من عز ما بتجيش لما سليم. سليم تامر، يوسف شحاته وهو داخل. سيف سمير يدافع بصوره خاطئه عليه، كابتن محمد حلمي يحتسب خطا لسيف سمير، فعلا فاول. برافو يا كابتن محمد حلمي ابراهيم. رميتين حرتين ليوسف شحاته. 46 42 لصالح النادي الاهلي. اربع دقايق ونص على نهايه الربع الثالث. يوسف من الموجودين جدا في المباراه النهارده، يوسف شحاته بيسجل رمي الحره الاولى. يوسف شحاته والرمي الحره الثانيه. بياخدها الكسانجو، ده مسموح بدل خبطت في الحلقه لازم ممكن يشيلها. ابا مين؟ محمد مصطفى الجمال. سيف سمير، ايهاب امين، ايهاب للجمال، الجمال الجمال الجمال. يا واد يا جمال، يا واد يا جمال، الحمد لله على السلامة يا ابراهيم يا جمال. الثلاثية الثانية 49 43 لصالح النادي الاهلي. شحاتة هالي يا ولد، هارد لك. اسلمها اليكس يانج، اليكس يانج، محمد مصطفى، محمد مصطفى ما بيسجلش، محمد مصطفى يلمها خورشيد. سليم الليسي ثلاثيه بيسجل الليسي، فاضي خالص، رجع الفرق لثلاث نقاط فاضي تاني. 49 46 محمد مصطفى. ابا مين؟ ابا مين؟ سليم تامر بيعوقه وبيلعب دريبل، خطأ على سليم. مود الجرح بيرجع تاني الملعب، وبيخرج محمد مصطفى، وبيخرج عز الدين فريد، وبيرجع ابراهيم حجازي في نادي سبورتنج. 3 دقايق 20 ثانية على نهاية الربع الثالث. أوت سايد لصالح النادي الأهلي. زمن الهجمة بيجدد ل 14 ثانية. برضه حتة قانونية كده، لو الفريق في المنطقة الأمامية أو في منطقة الهجوم بيستحوذ على الكورة سواء بفاول أو سواء بريباوند، يبقى يلعب 14 هجمة ثانية بس الهجمة. لو من تحت سلته يبقى 24 ثانية الهجمة كاملة. إيهاب أمين، سيف سمير، إيهاب أمين ثلاثية مع فينس، يلمها الليسي، يوسف شحاتة، سليم تامر، شحاته، خورشيد، سليم تامر، حجازي ثلاثيه بيشوط ويسجل ويعادل النتائج. 49 49 مود الجرحي، سبورتنج بيدافع بطريقه جيده جدا، وده اللي بيفقده النادي الاهلي من بدايه الكوارتر الثاني. الجرحي، ايهاب امين، ايهاب امين، 3 ثواني على الهجمه، خلاص 24 ثانيه. بقول لكم سبورتنج بيدافع بصوره جيده جدا جدا جدا، ونجح في ان خلى النادي الاهلي يعمل 24 ثانيه وخد 24 ثانيه. 49 49 دقيقتين و15 ثانيه على نهايه الربع الثالث. وده تغيير، طالع سليم تامر ونازل يوسف رفعت. ايهاب وائل بدر بيبني فرقه جديده لنادي سبورتنج، لعيبه صغيره كتير ممتازه، بحييه على كده. وائل بدر، حجازي، اتصاد لصالح نادي سبورتنج، استعجل فيها يوسف رفعت اللي خبره. 49 49
أليكس يانغ. أليكس يانغ الجندي اللي نزل مكان يابع مين دلوقتي. سيف سمير تخبط. وائل صبحي بيقول أوتسايد لنادي الأهلي. أوتسايد لنادي الأهلي من تحت سلة سبورتينج. سيف سمير من أليكس الجندي. سيف سمير. سيف سمير أليكس طلعها للجندي. ثانيتين بيوصل الجندي وبيسجل نقطتين. 51-49. وتدفع منطقة تاني من النادي الأهلي. باسم الليزة ثلاثية سيارة. في خطأ على إبراهيم الجمال. كابتن محمود البطيخي كده بيشوفه. بيعمل ابن الجمال بيعملها بخبرة كبيرة كده. لكن الكابتن البطيخي بيقول له رايح فين تعالى. خطأ. لصالح نادي سبورتنج. النادي الأهلي مرتكب أكثر من أربع أخطاء شخصية فيبقى رميتين حرتين لصالح نادي سبورتنج. محمد خورشيد ما بيسجلش رمى الحرة الأولى. الرمى الحرة الثانية لمحمد خورشيد ما بتسجلهاش برضو. لكن بتطلع اوت سايد صح. محمد حلمي برافو عليك. وائل صبحي بص لمحمد حلمي عشان يديله الإشارة. محمد حلمي هايل فعلا. الكرة من نايد عز الدين فريد. من سايد إبراهيم حجازي آسف. ماشي مشاكل بعض كده شوية. أليكس يانغ الجندي. الجندي مودي الجرحي على الثلاثية. مودي جيش لما الجرحي طلع على أليكس يانغ. أليكس الجندي الجمال مستعجلة دي يا جمال. يلمها الليسي الحجازي. 40 ثانية على نهاية الربع. حجازي بيخش بكل سهولة. بقول لكم مشكلة النادي الأهلي دفاعاته ضعيفة جدا. في المقابل نادي سبورتنج بيدافع بطريقة جيدة جدا جدا. وطبعا باسكت بول از ديفينس. ده اللي اتعلمناه. طول ما مش هتدافع مش هتكسب. وادي الجرحي لسيف سمير. خطأ على يوسف رفعت. 20 ثانية على نهاية الربع الثالث والتعادل 51-51. بسرعة في تغييرين بيعملهم كده عشان ما يلبسش فاولات للعيبة. بينزل عبد الرحمن خالد وينزل مؤمن أكرم. مؤمن أكرم الجندي. الجندي بيوصل وبيسجل برافع جندي. بيطلب حكم من الحكم فاول لكن بيقول مش فاول. 10 ثواني على نهاية الربع الثالث. يوسف رفعت ثلاثية هارد لاك ما بتجيش. لما الجمال ما بيسجلش. وبينتهي الربع الثالث بتقدم النادي الأهلي 53-51. دقيقتين استراحة وبنعود للربع الرابع مع حضراتكم ونهاية المباراة والربع الأخير. مرة تانية أعزائي مشاهدات ومشاهدي قناة النادي الأهلي والربع الأخير من مباراة كرة السلة في الجولة 13 قبل الأخيرة من المرحلة الترتيبية لدوري السوبر لكرة السلة. انتهى الربع الثالث بتقدم النادي الأهلي على نادي سبورتنج الإسكندرية بنتيجة 53-51. أداء رائع طبعا. يعني كل الناس عارفة ان انا اهلاوي جدا لكن اما بتكلم في الباسكت بتكلم بصورة فنية. اداء دفاعي رائع جدا جدا من نادي سبورتنج في الربع الثالث والثالث. قدر يعوض فارق السكور اللي كان خسرانه في الربع الاول. يواجه في حالة من عدم التركيز في الدفاعات بالنسبة لعيبة النادي الاهلي. وحالة من عدم التركيز في الهجوم.
ادى الى ان انتهى الربع الثالث بفارق نقطتين فقط لصالح النادي الاهلي 53-51. هنشوف ايه اللي هيحصل في الربع الرابع. يوسف رفعت من سبورتنج معاك كوره، احمد هشام سعيد، ابراهيم حجازي خطا على ابراهيم الجمال ضد عبد الرحمن خالد وهو بيلف. كابتن محمد حلمي بيحسب خطا على ابراهيم الجمال، 3 فاول على ابراهيم الجمال. حجازي يقطع الجمال بخبره كده، مود الجرحي، اليكس يانج خطا على عبد الرحمن خالد. عبد الرحمن خالد بيرتكب خطا ضد اليكس يانج، اوت سايد للنادي الاهلي من الحد الجانبي. كابتن مود الجرحي بيتكلم كابتن محمود البطيخ بيقول له فاول. كابتن محمود البطيخ بيطلب منه ان هو ما يتكلمش. وائل صبحي بيتكلم مع بنج النادي الاهلي المساعدين للكابتن. يا كابتن وائل الموضوع مش مستاهل، ما تعصبش، المباراه ماشيه كويس. الجرحي، اليكس يانج، جندي بيوصل بيحصل على خطا من ابراهيم حجازي، رميتين حرتين لصالح الجندي. عمرو الجندي رميتين حرتين. رمي الحره الاولى لعمرو الجندي ما بيسجلش. حالة غريبة فيها لعيبة النادي الأهلي، أنا أول مرة أشوف عمرو الجندي من فترة طويلة يضيع الرماية الحرة دي. تانية برضه ما بيجيبهاش. ربنا يكون في عونك كابتن أشرف. 53-51. أحمد هشام، ليسي، عبد الرحمن خالد بيوصل تحت الباسكت بتلف وتطلع، واليكس يانج بيلمها، وكابتن وائل صبحي صفر فاول عبد الرحمن خالد. لسه احنا في بدايه الربع الرابع والاخير. اليكس يانج هو اللي بيخرج بالملعب. ان شاء الله يوم الخميس الجاي النادي الاهلي في المرحله النهائيه هيسافر اسكندريه يلاعب نادي الاتحاد السكندري. وادي سيف سمير وهو خارج وهو طالع اسف على الباسكت، باسم الليسي بيرتكب خطا ضده. لا حسب على ابراهيم حجازي رقم 223. سيف سمير رميتين حرتين، ده الرقم الفاول الرقم 3 على ابراهيم حجازي. بيسجل سيف لما الحره الاولى، برافو. زي ما بقول لكم يختتم الدوري المرحله الترتيبيه يوم الخميس القادم ان شاء الله. النادي الاهلي هيلاعب نادي الاتحاد السكندري في نادي الاتحاد بالشاطبي، وبعد كده هنشوف الترتيب النهائي ونبتدي نلعب مراحل الاقصائيه. احمد هشام، يوسف رفعت، يوسف رفعت، الليسي، ثلاثيه الليسي، لعيب هايل من السنه اللي فاتت في رؤيتي انا احسن اربعه في مصر، احسن مركز اربعه في مصر. باسم الليسي اعلى نسبه تصويب للاعب ارتكاز او لاعب رقم اربعه من وجهه نظري. باسم الليسي مش واخد حقه في المنتخبات القوميه، ارجو ان الكابتن احمد مرعي يبص عليه بصه ويديله فرصته، الولد دوت هايل. باسم الليسي هارد لك، كان ممكن يحط اربع نقاط في هجمه واحده، ما تجيش الرميه الحره الاضافيه. 55-54 لصالح النادي الاهلي. ادي الجمال، الجندي بيحاول يلعب لوحده بيوصل، طلع المود الجرحي ثلاثيه ما بتجيش. سيف سمير ما يلمهاش، حجازي لليسي، الليسي ما يجيبهاش، اليكس يانج، الجرحي، الجندي، الجمال، ثلاثيه
ما بيلمها ما يجيبهاش، يلمها الليسي، يوسف رفعت، احمد هشام ما بيجيبهاش، سبورتنج خطأ على مود الجرحي، ثلاث مرات تيجي الفرصة لسبورتنج عشان يتقدم على النادي الاهلي بيضيعوها، ودلوقتي الفرصة هتيجي لباسم الليسي عنده تصويبتين 55-54. اشرف توفيق في حيرة من امري جنبه احمد الجرحي بيتشاوروا كلموا هيعملوا ايه في المرحلة الجاية، 8 دقايق و3 ثواني على نهاية المباراة. الليزي ما بيسجلش، لعيبة سبورتنج بترفض كل مرة يجي لها التقدم ما تحققوش، ولا زال النادي الاهلي متقدم 55-54. الليزي ورمي الحرة الثانية بيسجل وبيتعادل، تاني مرة سبورتنج يتعادل مع الاهلي ما تقدمش خالص طول المباراة، ولا تغيير نازل الجمال نزل ابراهيم نزل امين وخرج ابراهيم الجمال، يانج الجرحي اب امين الجرحي سيف سمير، سيف سمير بيلف وبيطلع وبيسجل، لعيبه بره بتعترض على الحكم ان في فاول. 57-55 لصالح الاهلي، حجازي يوسف رفعت بيقف سيارة لباب امين، باب امين لسيف سمير وهو بيستلم الكورة، خرشت بيرتكب خطأ ضده، اعتقد ده الخطأ الشخصي الخامس على نادي سبورتنج فيبقى شوتين، فعلا شوتين لسيف سمير. سيف سمير رمى الحرة الأولى بيسجلها سيف، رمى الحرة الثانية لسيف سمير، سجل سيف سمير يرفع النتيجة ل 59-54. وادي تغيير يوسف شحاتة نزل مكان يوسف رفعت، عبد الرحمن خالد لأحمد هشام، بتاع النادي الأهلي بعد ضغطة كده كويسة، عمرو الجندي أبا مين، عمرو الجندي أبا مين للجندي للجندي، حلو أوي سيف سمير بيسجل، سيف سمير يرفع السكور لست نقاط 61-55. احمد هشام سعيد، باسم الليسي ثلاثيه مستعجله شويه لكن لما ايهاب امين، برافو يا ايهاب، خطا متعمد بيحسبه الكابتن محمد حلمي، ان سبورتس لايك مان فاول لانه عطل هجمه، خطا سلوك غير رياضي لانه عاقه عشان في هجمه سريعه، يبقى رميتين حرتين لعب امين وحيازه للنادي الاهلي بعديهم. واحد وستين خمسه وخمسين ورمتين لصالح عب امين، ايهاب ما بيعجبش دعم الحرة الأولى، رامي الحرة الثانية، أحمد هشام سعيد لسه بيتناقش مع محمد حلمي وبيضيع رامي الحرة الثانية، في حاجة غريبة كده بتحصل، وادي تايم أوت بيطلبه كابتن وائل بدر، نسمع المدربين في الوقت تايم أوت ده هيقولوا إيه، نرجع لكم مرة تانية. هي
دخلته بس ما خدش كتير من وقت على سيره. مش مشكله بس مش عادي. مانا راح عمل تراب على جنب مانا ابراهيم. طلبت كوريتي تبقى في مكانه ويجي الكوره بصدر من الوينج بتطلع في مكانه. طب هتجري هندخل هنا نلعب كذا تمام. الحاجه الثانيه شوفني شوفني صيد 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 مرة تانية أعزائي مشاهدات ومشاهدي قناة النادي الأهلي، وآخر 6 دقائق و43 ثانية من مباراة الأهلي وسبورتنج في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الترتيبية لدوري السوبر لكرة السلة. 61 نادي الأهلي 55 نادي سبورتنج، والهجمة مع النادي الأهلي. مودي الجرح دخل كورة، أليكس يانج الجندي الجندي أليكس يانج ثلاثية من بعيد شوية ما بيجيبهاش، لكن سيف سمير بكل رجولة. أبقى مين إيه يا كمان الراجل قاعد في الأرض كان مكلبشه. سيف يبص الحكم، يلا عدت. أحمد هشام أحمد هشام ثلاثية لما سيف وهو بيلمها، خورشيد بيرتكب خطأ ضده. خورشيد خطأ ضد سيف، رميتين حرتين لسيف. سيف سحر الشراء والربع الرابع دوت وعامل فرق. خطأ الشخص الرابع على سيف سمير، على آسف محمد خورشيد. وائل بدر بينزل تامر سليم، سليم تامر اسف، مدافع قوي جدا الولد ده. سيف سمير رافع، سيف بيسجل رامي الحره الاولى ورامي الحره الثانيه. سيف سمير سجلها، برافو يا سيف. 63-55 لصالح النادي الاهلي. 6 دقائق و5 ثواني على نهايه المباراه. عبد الرحمن خالد، يوسف شحاته، يوسف شحاته، خورشيد لشحاته، شحاته، سليم تامر، توصل للليسه سياره. 24 ثانيه الكره ما خبطتش. جود ديفنس زي ما قلنا، جود ديفنس لسبورتنج. المره دي النادي الاهلي اول مرة يلعب ديفنس رائع بقتول الهجمة. خط 24 ثانية على سبورتنج. أبا مين؟ الجندي، عمرو الجندي، سيف سمير، إليكس يانج. أبا مين؟ سيارة لما حجازي، حجازي بيخترق، طلعها لإيهاب أمين، ما طلعش لزميله. وادي إيهاب أمين، إيهاب أمين فاصل مهاري كده. إيهاب بيندفع بصورة زيادة شوية، كان هيخبط في الحامل بتاع الكاميرا، الحمد لله ربنا ستر. بيحصل على خطأين، خطأ قصدي برميتين حرتين، أنا آسف. 5 دقايق و14 ثانية على نهاية المباراة. 63-55 للنادي الأهلي. إيهاب تالت واحدة على التوالي بيجاليها. إيهاب خد نفسك، أنت لعيب كبير جدا وموهوب، هو بيهدي نفسه. إيهاب أمين بيركز وبيسجل. 64-55 سليم تامر، سليم سليم. إيهاب أمين بيقطعها المرة التانية، يعمل ستيل
وبيوصل وبيسجل ايهاب امين. دفاع رائع وهجوم رائع من ايهاب امين المتالق الهجمتين ثلاثه اللي فاتوا، بيوسع الفارق ل 66 55 مع 4 دقايق و50 ثانية على نهايه المباراه. عبد الرحمن خالد، حجازي شحاته، خرشت ووك طبعا بس ما حسبهاش الحكم، شحاته ثلاثيه بيسجل، وائل بدر بيصحي فريته كده شويه. الجندي لسيف سمير، سيف بيطلع، برافو يا سيف، متالق الربع دوت، يرجع الفرق ل 10 نقاط 68 58 4 دقايق وربع على نهايه المباراه. يوسف شحاته خرشت لسليم، سليم عبد الرحمن خالد، عبد الرحمن لخرشت، 3 ثواني على الهجمه، مضطر يشوط، بيشوط وبيسجل. كابتن وائل بيصفر مش عارف ايه، حاسب فاول على اليكس يانج. بعد حسب فاول لاليكس يانج بعد ما الكره اتحسبت على ستة الهجمه تاني لنادي سبورتنج، يعني نادي سبورتنج حط باسكت وياخد الهجمه مره تانية. حجازي، شحاته، يوسف شحاته، خرشت، الام يانج، ايهاب امين، يانج بيعلقها حلو قوي، سيف سمير اللي بيحطها، 70 60، 3 دقايق ونص على نهايه المباراه. عبد الرحمن خالد، احمد هشام بيقف ويشوط، وهو بيشوط محمد حلمي حكمنا جميل بيحسب خطا على مود الجرح برميتين حرتين لاحمد هشام. وادي الليسي بينزل مكان خرشت، مود الجرح 4 فاول، فرق 10 نقاط لصالح النادي الاهلي، بقى 3 دقايق و18 ثانية. احمد هشام بيشوط الرمية الحرة الأولى وسجلها. احمد هشام سجل الرمية الحرة الثانية، يقلص الفرق ل 8 نقاط، 70 62. ايهاب امين، مود الجرحي، اليكس يانج، الجندي بيخترق، بيوصل، برافو، بيغير اتجاهاته بصوره جيده جدا، برافو يا عمرو. 72 62، احمد هشام، عبد الرحمن خالد، حجازي، الليسي لعبد الرحمن خالد، للليسي، يوسف شحاته، 3 ثواني على نهايه الهجمه، بيشوف شحاته ما بيجيبش، لما اليكس يانج طلع عليها بامين، ايهاب امين لسيف سمير، برافو يا ايهاب، جود اسيست، سيف سمير كباسه حلوه، بيسجل، بيرفع الفارق ل 12 نقطة 74 62، 2 و32 ثانية على نهاية المباراة. كابتن وائل بدر بسرعة بيطلب تايم اوت ليتدارك الأخطاء وفرق السكور اللي حصل دوت. نسمع المدربين هيقولوا إيه ونرجع لكم مرة تانية. Ah!
سبورتنج في المرحلة قبل الأخيرة من الدور الترتيبي لدوري السوبر المصري. 74-62 للنادي الأهلي، باقي 232 ثانية على نهاية المباراة. تايم أوت خده كابتن وائل بدر مدير فني نادي سبورتنج حتى يتسنى له تقليص الفارق. أحمد هشام، حجازي، إبراهيم حجازي بيحاول يخش، طلعها ليوسف شحاتة، ثنائية، الولد ده شويق جاي جدا بيسجل ثنائية، حسبها ثلاثية الحكم. 74-65 الجندي بيوصل وبيشوط ما بيسجلش. ابراهيم حجازي احمد هشام سعيد برافو يا ابا امين، انتسيبيشن كويس جدا جدا وتوقع كويس وبيوصل وبيفايق وبيحط، برافو عليك، لعبه جيده جدا. 76-65 دقيقه 39 ثانيه على نهايه المباراه. احمد هشام عبد الرحمن خالد شحاته توصل للليسي اللي بيخش وبيلعبها بالشمال ما بيجيبهاش لكن يلمها تاني. حجازي احمد هشام سعيد ثلاثيه بخبره كبيره بيسجل. دقيقه 17 ثانيه فرق 8 نقاط، نادي سبورتنج بيضغط على السنوي يخلص الفارق. اليكس يانج بيعلقها لسيف سمير بيتعلق في ايديه يوسف شحاته، الحكم بيقول مفيش حاجه. توصل للليسي بيسجل. 76-70 استغراب من اليكس يانج على حاجات ما بتتحسبش بالحكام، وبسرعه الكابتن اشرف توفيق بيطلب تايم اوت ليتدارك الموقف بعد ما النادي الاهلي كان وصل فارق 13 نقطه، رجع تاني فارق 6 نقاط وباقي دقيقه وثانيتين. هنشوف ان الكابتن اشرف هيقول ايه ونرجع لكم ونتابع اخر دقيقه معاكم. مرة تانية واخر دقيقة وثانيتين من مباراة الاهلي وسبورتنج. 76-70 لصالح النادي الاهلي. كابتن اشرف توفيق طلب انه ياخد الكرة من تحت الباسكت بتاعه عشان ياخد هجمة كاملة 24 ثانية. وهيدفع ضغط بطول الملعب من نادي سبورتنج. نادي سبورتنج بيأدي أداء رائع حقيقة عليه بالأمانة. فرقة بتلعب من غير محترف، مجموعة كبيرة من الشباب. وائل بدر عامل شغل جيد جدا وعامل نتائج كويسة. وادي أليكس وهو داخل خرش تتعب من إيديه. مودي الجرحي أبا مين الجندي 8 ثواني على هجمة حطها حلوة لعب أمين وهو طالع في خطأ بيحتسب الكابتن محمد حلمي إبراهيم على شوف رقم كام رقم 10 مين 10
رقم 9 اسف 9 عز الدين فريد رميتين حرتين ايهاب امين 40 ثانيه عن نهايه المباراه بيسجل ايهاب امين رمي الحره الاولى الرمي الحره الثانيه ايهاب امين بيسجلها ايهاب وتصبح نتيجة 78-70 في الوقت ده كابتن وائل بدر بيطلب التايم اوت الثالث بتاعه الاخير 40 ثانية فارق 8 نقاط لصالح النادي الاهلي الكابتن وائل بيتخانق مع الحكام مش عارف ليه نشوف ايه اللي هيتكلموا فيه واللي هيطبقوه وائل بدر وكابتن اشرف توفيق زي ما قلت لكم المباراه او الجوله الاخيره للمرحله الترتيبيه هتتلعب يوم الخميس الجاي نادي الاتحاد السكندري بيستضيف النادي الاهلي وعلى اثر نتائج الجوله النهائيه هيتحدد اطراف المباريات الاقصائيه في دور الثمانيه وغالبا غالبا زي ما قلت لكم هتبقى المباريات ديت بالشكل ده لغايه دلوقتي الاهلي هيلاعب سبورتنج الرابع والخامس الاتحاد هيلاعب الجيش الاول والثامن الزمالك او الجزيره الزمالك او الجزيره هيلاعب سموحه اسف الزمالك او الجزيره اللي في المركز الثاني هيلاعب الاتصالات اللي في المركز الثالث هيلاعب سموحه والاهلي وسبورتنج بعد كده اللي هيكسب من مواجهه اهلي وسبورتنج هيقابل الكسبان من مواجهه الاتحاد والجيش واللي هيكسب من مواجهه الزمالك والاتصالات هيلاعب الكسبان من الجزيره واسمح أربعين ثانية على نهاية المباراة 78-70 لصالح النادي الأهلي هنشوف الكابتن بقى البدر خد الكرة منين خدها من النصف الأمامي يبقى ليه 14 ثانية بس في الهجمة عايز يخلص هجمته بسرعة عشان يعوض فارق 8 نقاط أحمد هشام سعيد في 5 ثواني لا شحاته 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 هيبقى مين بيقطع الكره لكن بتطلع منه اوت 8 ثواني على هجمه 78-70 حجازي شحاته بيشوطها بسرعه جدا لما تجيش لمحمود الجرحي واحمد هشام بيوقفها بفاول 27 ساعة على نهاية المباراة وشوطين لمود الجرحي 78-70 يعني المباراة انتهت منطقيا لصالح النادي الاهلي رميتين حرتين مود الجرحي ما بيسجلش الرمية الحرة الأولى مودي مودي الجرحي الرمية الحرة الثانية مودي بيسجلها 79-70 27 ثانية على نهاية المباراة أحمد هشام سعيد أحمد هشام سعيد يوسف شحاتة شحاتة وائل بدر عايز ياخد الهجمة كاملة لغاية الآخر شحاتة العز ما فيش طاقة بيجيبهاش لما اليكس يانج خلاص هيوقف الملعب وفعلا بتنتهي المباراة بفوز النادي الاهلي 79 على نادي سبورتنج 70 سعدت بصحبتكم والتعليق على هذه المباراة من صالة الامير عبد الله الفيصل من النادي الاهلي بالجزيرة عودة الى الاستوديوهات كان معلقكم كان معكم معلقكم سيد صابر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته